ادينا وصفة كده الناس تعرف تصحى كده الفجر كل يوم لو الناس بتكسل. اول حاجه لازم انوي قبل ما انام ان انا هصحى الفجر، لازم يكون عندي في نيتي ان شاء الله حتى اكون الساعه 2 واصحى كمان ساعتين، احط في قراره نفسي ان انا عايز اصحى لصلاه الفجر، يبقى النيه رقم 1. نمره 2 وانا نايم انام على وضوء. نمره 3 اللي انا هعملها اما احط ايدي على جنبي افضل في الذكر، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله. هو كل واحد 33، بس انا امسك اي واحده فيهم واقولها، ما بقولهاش بلساني يا استاذه، لو قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله خلاص هذا، لا انا بقولها بقلبي، بمسك لساني واغمض عيني واحط ايدي تحت خدي اليمين وافضل اقول بقلبي سبحان الله سبحان الله سبحان الله لغايه ما يروح، لغايه ما تروح في النوم. ده يقومك ليه؟ لاني نام معه ملك، الله، الملك قاعد يحرسك. اول ما يجي الفجر يزغدك كده يقول لك يلا استيقظ. ولذلك في احنا لما بننام على ذكر ويجي الفجر، اول ما الفجر يقول الله اكبر تلاقي الواحد صحي كان حد صحاه، يعني كان حد يعني قومه كده، مع ان انت ممكن تنادي على شخص 10 مرات ما يردش، مش دريان، لكن ده خلاص نومه خفيف، فبيروح الملك خلاص حرسه، ما فيش شيطان جاي يبوله في اذنه فيروح مصحيه. ادي ثلاث حاجات احنا بنعمله اساسيين. يبقى ان يعقد النيه، ان ينام على وضوء، ان يذكر الله بقلبه حتى يذهب في النوم. فاذا استيقظ في الفجر وعينه فتحت كده، اما انك تفتح كده انت معاك طاقه مدتها 3 4 ثواني بالظبط، 3 4 ثواني بالظبط، ما فيش اكتر من كده، ما اظنش حتى توصل 5 ثواني. طاقه لما تفتح عينك كده لما لو ما استغلتهاش وقمت، لا هي في ال 3 4 ثواني دول هتروح. لو قعدت بقى تفكر، طب مش لا خلاص شكرا، انت هتلاقي نفسك الصبح تاني يوم. فعلى طول اول ما تلاقي نفسك فتحت، تاني قرار بتاخده في الثانيه رقم 2 او 3 انك بتقعد وتمسح عن جبينك وتقول الحمد لله الذي حنى بعد ما امتنا واليه النشور. انسان لو عمل كده خلاص. والنبي عليه الصلاه والسلام كان من هديه الا يقوم مره واحده، يعني ما كانش يقوم مره، يعني ما كانش يقوم يقعد الاول ثم يذكر الحمد لله الذي احيانا بعد ما امتنا واليه النشور، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، وبعدين يقوم. ودي يعني دي حاجه يعني ما تعملكش اي مشاكل حتى صحيه، يعني دي حاجه طبيه انا مش هتكلم فيها، لكن دي كلام احنا كنا بننصح بيه لما يكسر بعض المشاكل الصحيه كانت عندي. كان يقول لك لا ما تقومش مره واحده، حتى لو رايح الحمام في وسط الليل ما تقومش ابدا مره واحده، لازم تقعد الاول وتستنى. دي موجوده في السنه. أيوة، بس احنا ما كناش واخدين بالنا، يعني كان الموضوع ماشي كده، شايف نفسك وبتاع فبتقوم تجري، لا فنقوم ونقعد وبعدين نقول الذكر وبعدين نبدا نتوضا. لو عملت الخطوه دي خلاص انت طلعت، انت قمت.